السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم الرز البني الصحي على الطريقة الآسيوية، لذيذ جدا وسهل، ويجعل من هذا الرز البني محبوب لدى الأطفال والصغار، لأن الأغلبية لا يفضلون الرز البني. إذا المقادير جد بسيطة، إذا لدينا مقدار كأس كبير من الرز البني، وتبقى المقادير على حسب عدد الأشخاص. ثم زيت الزيتون، صنبل صوص وهي صوص اندونيسية، تجدون الرابطة أسفل الفيديو، كما يمكن الاستغناء عنها ولكنها جد لذيذة، إذا تمنح هذا الرز مذاقا رائعا. صلصة الصويا، الملح، ثم الفلفل الأسود. هنا استعملت البصل الأخضر، يمكنكم استبدال البصل الأخضر بقليل من الكرات أو يعني البرو، أو البصل العادي شرط تقطيعه قطع صغيرة جدا. إذا نقوم بسلق الرز أولا، ثم بعد ذلك سوف نتعرف على طريقة التحضير. إذا في مقلاة نضع القليل من الزيت، نشوح البصل الأخضر قليلا، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من صنبل صوص، يمكن تعويضها بالشطة الحارة والقليل من الثوم. نحرك جيدا، نضيف الفلفل الأسود. بالنسبة للصنبل صوص سأترك لكم رابط الصوص أسفل الفيديو. نضع بعد ذلك 4 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا. بالنسبة للملح لا نحتاج إلى إضافته، لأن صلصة الصويا مالحة والرز مسلوق في الماء والملح وصنبل صوص مالحة. نضيف الرز تدريجيا إذا، ثم نحرك. إذا الوقت لا يأخذ أكثر من 5 دقائق. ثم في الأخير، إذا قدمت الرز على هذا الشكل مع سلطة من الخيار والخس والقليل من اليوغورت، أتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، وشكرا.